ثم يبين مسألة الهبة. نعم، باب في الهبة. ما هو الهبة؟ هو يقول في المتن: الهبة تمليك عين بلا عوض. نعم، هذا هو الهبة. وقال أنه من هبوب الريح. الهبة من هبوب الريح، كذلك يعني الهبة مشبهة بهبوب الريح، لذلك سميت الهبة هبة. يعني هذا الهبة تذهب كما تنصب الريح، كما لا تهب الريح من من إلى من، من الواهب إلى المتهب. باب في الهبة أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية. يعني في هذا الباب يبين المصنف مسائل الصدقة ومسائل الهبة كلها، لذلك جعل يعني المطلق الشامل لكل ذلك. إذن ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هبة، هدية، صدقة. الهبة هكذا تمليك عين على طريق إكرامية، هي الهدية، وهذا يكون في المنقول أيضا كما سيأتي. الأرض والدار وأمثالها غير المنقولات لا يجري فيه الهدية. الهدية هو مال منقول ينقل ثم على طريق الإكرام. الصدقة يعني إما بطريق الحاجة، هذا تمليك عين للحاجة أو للثواب. فإذن هذا تمليك عين للمحتاج باعتبار حاجته يكون صدقة. أو ليس هذا رجل محتاج بل هو رجل غني، إذن ملكه هذه العين باعتبار الثواب، يعني رغبة في الثواب عند الله تعالى في الآخرة، فهذا أيضا صدقة. وغيرهما يعني ليس على طريق الإكرام ولا على طريق الحاجة والثواب، وهو هبة، يعني تمليك عين بدون هذه الأمور. هبة تمليك عين يصح بيعها غالبا، ثم في هذا العين شرط يصح بيعها غالبا، أو دين، يعني تمليك دين من أهل تبرع. لماذا قال غالبا؟ وهناك قاعدة، ما يصح بيعه يصح هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته، هكذا قاعدة. لكن هذه القاعدة أغلبية، أغلبية يعني كسائر القواعد كما ثبت في الأصول، ما من عام إلا وقد خص. نظرا لهذه الأغلبية قال غالبا. ثم هذا تمليك عين أو دين بلا عوض. واعترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب. لو كان تمليك عين بعوض إما يكون بيعا أو يكون هبة بثواب. لو كان بلفظ يصح البيع به فيقال بيع الاصطلاح، لو كان بلفظ هبة لكن بذكر المقابل والثواب يعتبر من جملة الهبة نظرا إلى هذا اللفظ، لكن هو في الحقيقة بيع.
والهبتي بثواب فإنها بيع حقيقة، وهذه الهبت بالثواب بيع حقيقة. ثم بإيجاب، وهنا في الهبت يجب الإيجاب والقبول، أما في الصدقة لا يجب. نعم كما سيأتي. بإيجاب كوهبتك هذا وملكتك ملكتكه كذلك منحتكه ثم وقبول متصل به، يعني يشترط في هذا القبول أيضا سائر شروط القبول في البيع، كقبلت ورضيت هكذا. وتنقد بالكناية، يعني الهبة منقدة بالكناية، ككل هذا رجل أعطى لآخر طعاما وقال كل هذا، أو كسوتك هذا. فإذن هذان صيغة كناية يصح بهما الهبة، يعني بالنية عندما قال كل هذا نوى أنه هبة، أو عندما قال أني كسوتك هذا نوى على طريق الهبة يكون هبة. وبالمعاتات على المختار بدون اللفظ أيضا، على المختار ليس على الراجح في المذهب، بل يعني كما سبق في البيع هذا مختار فأنه يصيح بالمعاتات. قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا يشترط الصياغة، وقد لا يشترط الصياغة كما لو كانت ضمنية، فإذا هذا القول بناء على أن اللفظ شرط لا يشترط في بعض الأحيان، هذا هو ليس على ترجيح المعاتات. نعم كما لو كان ضمنية، يعني الهبة ضمنية، مثالها ماذا؟ كأعتق عبدك عني فأعتقه، رجل قال لآخر أعتق عني عبدك، وهذا الرجل المخاطب أعتق عبده صار هبة، لا لم يكن هناك لفظ يدل على الهبة بل هذه ضمنية. وإن لم يقل مجانا لا حاجة على ذكر قوله مجانا، يعني لا يعتبر هذا بيان لأنه لم يذكر البدل والعوض. ثم وكما لو زين ولده الصغير بحلي، هذا هبة ضمنية أخرى، كما لو زين ولده، رجل اشترى حليا وزين ولده الصغير، فإذا هذا يكون هبة لمن؟ للولد، الوالد كأنه وهب هذا الحلي لولده الصغير. كما لو زين ولده الصغير بالصغيرة، نعم هذا ولد ذكره كلاهما بحلي، بخلاف زوجته، فإذا رجل زين زوجته بحلي هل يكون هبة أو لا يكون هبة؟ لا يكون هبة، بل يكون عارية فقط. لو زين زوجته بحلي يكون عارية فقط لا يكون هبة. نعم هذا بمجرد التزيين، لو ذكر الصيغة صيغة الهبة يعني يكون هبة، لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين قاله القفار وأقره جمع. نعم إذن لماذا يكون هبة؟ هنا يجب القبول والإيجاب والقبول. نعم هذا الوالد يتولى أن الطرفين، طرفي الإيجاب والقبول، فإذا حينما زين ولده بحلي كأنه تولى الطرفين أن الإيجاب والقبول، وهنا يكفي ضمني يكون هذا الإيجاب والقبول ضمنية فقط، الهبة ضمنية. أما بالنسبة إلى الزوجة هذا الزوج لا يتولى الطرفين، لأجل ذلك يكون من الزوج الإيجاب فقط فيجب القبول من زوجته، هذا هو الفرق، هكذا فرق.
لا يتصور الطرفان في حق زوجتي في الزوجي، لا يتصوران في الزوجي بل يتصوران في الوالد بالنسبة إلى ولده الصغير، لذلك فرق بين الزوجي الصغير والزوجتين. وهكذا ذكره القفال رحمه الله وأقره جمع. ثم لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه، خالفه يعني أليس هناك فرق بين الصغير والزوجتي؟ بل حكمهما واحد. يعني عند التزيين لا يكون هبة النصلين، الصغير أيضا مثل الزوجتي، هكذا كلام الشيخين يخالفه. حيث اشترط في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول، وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه. نعم. فإذن حيث اشترط، يعني شيخان اشترطا في هبة الأصل، أصل يعني الوالد أو الوالدة، وهما يهبان لمن؟ للصغير، للصبي والصبية الصغير. فإذا هو يتولى الطرفين، يعني هو يقول صريحا ماذا وهبتك هذا لابني، ثم هو يقول قبلت، وبدون ذلك لا يقع هبة، هكذا قال. يعني مثل الزوجة، هذا هو الخلاف. وهبة ولي غيره، فإذا هذا تولي الطرفين يتحقق في الأبي والجدي هكذا فقط. أما لو زين هكذا أو لو وهب عطاء الهبة أخ رجل لأخيه الصغير، إذا هنا الولي يعني أخ، حيث لم يكن أب ولا جد. نعم. هل يتولى الطرفين؟ لا يستطيع أن يتولى الطرفين. فماذا يفعل؟ ما هو طريق الهبة؟ ويقول أن يقبلها الحاكم ونائبه. نعم. على كل حال يجب الإيجاب والقبول، بدون ذلك لا يكون ملكا. ثم ونقلوا عن العباد وأقروه، هذا يعتفن على قوله اعترض. فإذن هذا هنا كلام طويل في رد قول القفال والذي أقره جمع. نعم. قول القفال يعني في الفرع، يعني في الصبي والصغيرة يكون تمليكا هبة على طريق الهبة، أما في الزوجة لا يكون. لأن أولا اعترضه بقول الشيخ، ثم بعد ذلك تأييدا يعني هذا الاعتراض يذكر قول العبادي ونقلوا، لكن اعترض ونقلوا عن العبادي وأقروه ماذا؟ أنه لو غرس أشجارا، رجل غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني، هكذا ذكر مثلا ابن مثلا، لم يصح إقرارا، لم يكن إقرارا، بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار، هكذا. لا يكون إقرارا ولا يكون تمليكا للابن، لماذا؟ سيأتي للتنا، سيأتي الفرق. بخلاف ما لو قال لعين بيده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار، ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه، الابن لا يملكه إلا إن قبل وقبل له. نعم. يجب منه القبول صريحا. وضعف السبكي، هذا أيضا اعتفن على قوله اعترض. والأذرعي وغيرهما، قول الخوارزمي وغيره أن إلباس اللبس الصغير حليا يملكه إياه، هذا قول خوارزمي وغيره، هذا قولهما
موافق لقول القفالي لكن السبكي والأذرعي ردهما رد قول الخوارزمي وغيرهما. فإذا هذا أيضا تأييد للاعتراض. ثم ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه ماذا؟ أنه لو جهز بنده بأمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه بأنه لم يملكها أين ادعته، وهذا صريح برد ما سبق عنه. جماعة نقل عن فتاوى القفال نفسه ماذا؟ أنه لو جهز بنده، جهز معناه عطاء الجهاز، جهاز ما هو؟ جهاز يعني الهدايا والأموال التي ترفق عند إرسالها إلى بيت زوجها بعد النكاح، يعني ممكن هي تلبس حليا كثيرا في عنقها، لديها سوار هكذا قرط كثير قلادة، فكذلك هي تلبس يعني ثيابا فاخرة كذا، وممكن هي تعطى يعني هدايا، هي تذهب بهدايا كثيرة من الأموال، كل هذا تعتبر من أموال الجهاز. هكذا جهز والد بنته بأمتعة بلا تمليك، يعني هو لم يصرح بصيغة التمليك، بل هذا البعث والإرسال تجهيز فقط، يصدق بيمينه بأنه لم يملك، يعني بمجرد هذا التجهيز لا يكون للبنت ملك. هذا فتوى القفال بالنسبة إلى الجهاز. فإذن كيف يكون ذلك؟ يعني تزيين الصغير يعني تمليكا. فإذن هذا الفتوى يخالف قولهنا، وهذا صريح في رد ما سبق عنه. ثم وافت القاضي، هذا أيضا اعتفن على اعترض قاضي في من بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه، هكذا قال. وهذا الفتوى أيضا يعني يرجح أن الولد لا يملك ما يزينه به والده. نعم، بعث رجل بنته وجهازها، يعني بعث مع جهازها إلى دار الزوج بأي شيء نفتى؟ بأنه إن قال هذا جهاز بنتي هكذا ذكر صريحا وهو ملك لها، وإن لم يذكر وهو عارية يجوز له أن يستردها. ثم ويصدق بيمينه في التمليك وعدم التمليك. ثم وكخلع الملوك، هذا أيضا لا يكون ملكا. خلع الملوك، خلع جمع خلعة، يعني الخلع يراد به ما يخلع عليه من الثياب، يعني ثياب الهدية يخلع عليه على الملك أو على العالمية هكذا. فإذن هذه الثياب لاعتياد عدم اللفظ فيها، فإذن هذا خلع الملوك. عطف على قوله يعني هدية ضمنية، عطف على قوله كما لو كانت ضمنية كاعتق عبدك التي لا يشترط فيها الصيغة. نعم، مثال سبق وهذا مثال آخر، يعني خلع الملوك هناك لا يشترط الصيغة للتمليك. لماذا؟ لاعتياد عدم اللفظ فيها عندها. ونقل شيخنا ابن زياد رحمه الله عن الفتاوى، فتاوى ابن الخيال، إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه، يعني بعد عقد النكاح، هذا الزوج رجل أعطى للمرأة هدية، هل يملكها أو لا يملكها؟ يعني بدون يعني الصيغة هل يملكها؟ يعني بدون صيغة يملكها؟
عادة ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. ثم ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا. ومن ذلك من ذلك يعني مما يهدي الزوج لزوجته بعد العقد بسببه يعني بسبب العقد يؤتي هكذا عادة في مليبارة هذا الذي ذكره. ومن ذلك في بلده ما يدفعه الرجل إلى المرأة متى صبح الزواج مما يسمى صبحية هكذا في عرفنا يعني هو يملكه. نعم. وما يدفعه إليها إذا غلبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها عندها. ما يدفع إليها أيضا من ذلك يعني هي تملك. متى يدفع إليها؟ إذا غلبت ممكن هي غلبت وخاصمت مع زوجها عندئذ للتصبين والمجاملة هو يأتي بهدية ويقدم إليها فإذا بدون اللفظ هي تملك. أو هو تزوج عليها يعني تزوج امرأة أخرى عليها لو علمت هي تغلب فإذا هو يجاملها بهدية وهذا أيضا يملكها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها عندها. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة. والذي سبق يعني الهبة هناك يجب الإيجاب والقبول أما في الصدقة لا يجب قطعا بلا خلاف لا يجب الإيجاب والقبول بل يكفي التقديم. وهي ما أعطاه ثم يعرف ما هي الصدقة. وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة هكذا الصدقة فيها جهة ثانية إما يقدم إلى المحتاج هذا للحاجة ثم ثواب يعني رجاء الثواب عند الله أو لم يقصد الثواب أو يعني هو يعطي غنيا لما لأجل ثواب الآخرة. إذن بالنسبة إلى الغني لا يكون هناك حاجة بل يكفي فيها الإعطاء. إذن لا يشترط الإيجاب والقبول بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ. ولا في الهدية يعني لا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية. هدية يكون بطريق الإكرام تمليك عين بطريق الإكرام ولو غير مأكول. هذا هدية لو كان غير مأكول. ثم يعرف ما هي الهدية. وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما. الهدية ما نقله هكذا ذكر يعني النقل. لذلك لا يكون المال غير المنقول هدية كما صرح في التحفة فلا دخل لها فيما لا ينقل. لا دخل لها يعني لا دخل للهدية فيما لا ينقل. ينبغي أن يكون الهدية مالا منقولا ينقله إلى مكان الموهوب له. كيف ينقله؟ إكراما. ثم بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك يكفيها. ثم ذكر كلها مسنونة يعني الهبة والصدقة والهدية كلها سنة. ما هي الأفضل؟ وأفضلها الصدقة ثم بعده الهدية بعده الهبة. وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده فقد قال المتولي أنه ملك المكتوب إليه وقال غيره هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة. يعني هناك كتاب الرسالة رجل يكتب رسالة في كتاب ثم يرسل هذا الكتاب إلى المرسل إليه لأنه هو يقرأ هذا الكتاب يقرأ الرسالة ماذا حكم هذا الكتاب
أو هذه الورقة ماذا حكمه؟ هل يكون هذا هبة ملكا للمرسل إليه أو يبقى في ملك المرسل؟ هذا خلاف. هذا كتاب الرسالة. كتاب الرسالة يعني ما كتب فيه الرسالة أيا كان، ورقة أو كتاب تماما أو يعني لوحة أيا كان أو جلدا. الذي لم تدل قرينة على عوده، لو دلت قرينة على عوده فيبقى في ملك المرسل الباعث هكذا. نعم، لو دلت قرينة، لو لم تدل قرينة فهذا هو الخلاف. وقد قال المتولي أنه ملك المكتوب إليه. نعم، فقال غيره هو باق بملك الكاتب. ومع ذلك أيجوز للمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة؟ نعم، كأن هذا أباحه. وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق. من هنا يذكر المصنف بعض شروط الهبة. كما لا يصح البيع بالتعليق والتوقيت، لا تصح الهبة أيضا بالتعليق والتوقيت. هذا الذي ذكره هنا، تصح الهبة باللفظ المذكور، يعني صيغة مشروطة في الهبة بينها. ثم ينبغي أن تكون هذه الصيغة يعني صيغة الإيجاب والقبول بدون تعليق، لو كان بتعليق لا تصح، فلا تصح مع تعليق. كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك، هذا مثال للتعليق. إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء فلان أو إذا وقع شيء آخر فقد وهبتك، هذا تعليق، لا تصح الهبة بهذه الصيغة. أو يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك، هذا إبراء سيأتي، إبراء المدين يعني هبة، إبراء المدين هبة النوع، فهذا هو الإبراء هنا. ولا مع توقيت. نعم، لا تصيح الهدي هبة بالتوقيت أيضا. سبقا ذكرنا الأنواع الثلاثة للهبة، الهدية والصدقة والهبة، كلها داخلة هنا. إذا الصدقة أو الهبة أو الهدية كلها لا تصيح بتعليق أو توقيت، لكن في التوقيت استثناء بغير عمرة ورقبة. هذا اسمان لصورتين للتعليق، للتوقيت عمرة ورقبة. وبغير هاتين الصورتين لا تصح الهبة لو كان فيهما فيه توقيت. أما في هاتين الصورتين توقيت ومع ذلك تصح الهبة. ما معنى رقبة؟ رقبة أو يعني عمرة. عمرة معناه يقول القائل فيها أعمرتك هذا، هذا سورة العمرة. أما سورة الرقبة يقول فيه أرقبتك، هاتان سورتان يقال يعني عمرة وعقبة. عمرة ورقبة، رقبة رقبة يعني كأن يقول أرقبتك هذه أو جعلتها لك رقبة، كلاهما سورة الرقبة. ما معنى رقبة؟ جعلتها رقبة أو أرقبتك، معناه إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك، هذا معنى القول. فإذا هذا مشتق من الرقوب، رقوب
الركوب يعني المراقبة، يعني كل ينتظر موت الآخر. عمرة وهو مأخوذ من العمر، ذاك مثل قوله أعمرتك هذا. نعم. وهناك ورد حديث في هذا، لذلك يصح. فإن نقت الواهب الهبة بعمر المتهب فوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت صحت. هذا سورة العمرة. وهبت لك هذا عمرك أو قال وهبت لك هذا ما عشت صحت الهبة. نعم، لكن هذا بعمر المتهب. أما التوقيت بعمر الواهب لا تصح به الهدية كما سيأتي. وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك. يعني هذه الصيغة تقتضي أن هذا الموهوب، هذا المال الموهوب يرجع إلى الواهب عند موت المتهب، لا يملكه ورثة المتهب، هكذا يقتضي. لذلك قال وهبت لك هذا عمرك أو ما عشت هكذا. ومع ذلك هذا يصح، وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك. وكذا إذا شرط عوده إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب، يعني هو قال وهبته لك أو وهبت هذا لك عمرك أو ما عشت، ثم قال لو مت وهو راجع إلي أو إلى والدي، هكذا هو شرط، فهل تصيح الهبة؟ نعم تصيح الهبة. فإذا عند هذا الشرط فلمن يكون هذا المال الموهوب بعد موت المتهب؟ وقال فلا تعود إليه ولا إلى والدي، بل هذا يملك ورثة المتهب. لماذا؟ هو ملك بالهبة، تملك بالهبة، وماله كله لورثته بعد موته، هذا الموهوب داخل في تركته، فلا تعود إليه ولا إلى ورثته للخبر الصحيح فتصح. يعني في العمرة والرقبة تصح الهبة. لماذا؟ للخبر الصحيح. هذا خبر، هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن عمر شيئا أو أرقبه وهو لورثته. لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن عمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب. نعم. فإذا هذا في الحديث نهي عن الإعمار والإرقاب. قال صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، لكن بعده قال فمن عمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. فإذا مقتضى الحديث أن إعمار منه صحيح وفاسد، كذلك إرقاب منه صحيح وفاسد. فإذا لو جعله لورثته فهو صحيح. فإذا لا تعمروا ولا ترقبوا معناه طمعا في أن يعود إليكم،
لو تمعتم في أن يعود هذا المال الموهوب إليكم بالإعمار والإرقاب لا يعود إليكم بل لورثته. هذا معنى على حديثنا. فإذا الإعمار والإرقاب كله صحيح. نعم. فتصح ويلغو الشرط. نعم هذا الشرط لغو. فإذا عقدت بعمر الواهب فيما سبق قال فإن عقدت الواهب الهبة بعمر المتهب. فإذا لو عقدت بعمر الواهب أو الأجنبي لا يصح. نعم كأعمرتك هذا عمري أو عمر فلان لم تصح. نعم إذا هذا عمر وركبة أين بعمر المتهب فقط يصح. ثم ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول. من هنا يبين الشارح مسائل تتفرع على شرط في الهبة. الشرط أن يكون الموهوب معلوما. أن يكون الموهوب معلوما. فإذا لو لم يكن معلوما ماذا حكمه؟ لا تصح الهبة. هذا بخلاف الإباحة. الإباحة جائزة بالمجهول. فإذا من هنا بين المصنف التفريعات على هذا الشرط. لم يذكر صريحا هذا الشرط. لذلك اشتبه على صاحب الحاشية ذكر المصنف هذه المسألة هنا. هو يقول هذا من مسائل الإباحة ليس من الهبة. لا هو من مسائل الهبة والإباحة جميعا مع بيان الفرق بينهما. ولو قال لغيره رجل قال لغيره أنت في حل يعني لك حلال ماذا أنت في حل يعني يكون لك حلال ماذا مما تأخذ يعني أنت تأخذ من مالي أو تعطي من مالي أو تأكل من مالي يعني كل ما تأكل أو كل ما تعطي لآخر أنت تأخذ من مالي وتعطي لآخر أو تأخذ لك تأخذ لا تأكل كل هذا حلال لك. لو قال هكذا فله الأكل فقط لا يجوز له الأخذ والإعطاء بل يجوز له الأكل. لماذا؟ الأخذ والإعطاء كلاهما بعد أن تحققت الهبة على الأقل. أما الأكل يكفي فيه الإباحة قبله. فإذا هذا أمر معلوم مجهول غير معلوم. يعني هو ذكر ما تأخذ من مالي أو ما تعطي من مالي أو ما تأكل من مالي لم يعين هذا المقدار لذلك مقدار مجهول. ماذا يأخذ من ماله؟ ماله كثير أشياء عديدة طعاما أو دينارا درهما نقدا أو عرلا أو عقارا أو شيئا آخر ثوبا هكذا كثير موجود. فإذا هذا ما تأخذه مجهول لذلك لا يصح الهبة به بل يصح الإباحة. فإذا يجوز له الأكل. نعم هذا الذي قال فله الأكل فقط يعني بدون الأخذ والإعطاء لأنه إباحة لأنه يعني لأن هذا القول يعني لو قال لغيره هذا القول إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء. الأخذ والإعطاء ليست إباحة وهو لا يجوز بالأخذ والإعطاء إما هبة أو صدقة أو هدية فهذا لا يجوز بالمجهول بل ينبغي أن يكون معلوما. قاله العبادي ثم عندما يأكل كم يأكل وقال أنت حل مما تأكل من مالي. فإذا ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإن لم تنع
نأكل ما زاد على ما يعتاد مثله أغالبا لمثله. نعم. لو كان المالك يعلم هذا الرجل ويأكل كثيرا، يعني لا يكفيه ما اعتاده الناس، فإذا يجوز له أكل كفاية، وإلا هو يأكل ما اعتاده الناس فقط. نعم. وهي ثم ولو قال وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما. رجل قال لآخر ماذا؟ وهبت لك جميع مالي، أو قال وهبت لك نصف مالي، صحت متى؟ إن كان المال أو نصفه معلوما لهما وإلا فلا. لماذا؟ يجب في الهبة أن يكون الموهوب معلوما لهما. نعم. وفي الأنوار لو قال أباحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره. نعم. هذا ما في داري وهو مجهول، كما ذكر هذا، مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي، هذا مجهول وهذا مجهول، فإذا يصح هنا الأكل. لو كان في داخل الدار ما يصلح الأكل هو يدخل ويأكل فقط، وإلا لا يأخذ شيئا. أو أني قال أبحت لك ما في كرمي من العنب، فإذا هو يأخذ من العنب ما يأكله يأكل، فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره. هذا العنب يعني العنب الموجود عند القول، ليس الذي ينبت بعده، بل الموجود حالا في حال الأكل. ثم وتقتصر الإباحة على الموجود، هذا الذي يذكرناه، على الموجود يعني في الدار أو في الكرم من العنب، أي عندها، عندها يعني عند الإباحة وأباحة في الدار والكرم. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة. نعم. فإذا رجل قال لآخر أبحت لك جميع ما في داري، والذي سبق أبحت لك ما في داري، وهنا أبحت لك جميع ما في داري، كيف هذا؟ أكلا واستعمالا. الله، الاستعمال أيضا. ثم ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة. لماذا لم تحصل الإباحة؟ أن لا يجوز له الأكل أيضا، فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح. نعم. هكذا ذكر في الأنوار. بعد ذلك بعد نقله ذكر في التحفة، وما ذكره آخرا لا ينافي ما مر من صحة الإباحة بالمجهول، لأن هذا مجهول من كل وجه بخلاف ذاك. أولا ذكرنا يعني يجوز الإباحة بالمجهول، ثم هنا ذكر ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة، ليس هناك تناف بين هذا وبين تلك القاعدة. لماذا؟ وهذا مجهول من كل وجه، لذلك قال لم يعلم المبيح مبيح الجميع. فإذا بالإباحة يصح المجهول، تصح الإباحة بالمجهول، لكن ينبغي أن يكون معلوما في الجملة بخلاف الهبة. الهبة ينبغي أن يكون معلوما معينا، لا يكفي في الجملة. نعم. فإذا من أي وجه ينبغي أن يكون؟ من جهة ما ينبغي أن يكون معلوما في الإباحة أيضا. ثم هو جزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد. نعم. هذا فرق آخر. وجزم بعضهم يعني فيه خلاف،
هل ترتد الإباحة بالرد ممن يرد من المباح له؟ رجل أباح لآخر قال أكل من هذا الطعام، هكذا أباح له الطعام، ثم قبل الأكل هو رد يعني رجع. هل تبطل الإباحة؟ فيه خلاف، جزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد، يعني لا ينفسخ بالرجوع. نعم. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها. نعم. ما يصح بيعه؟ ما يصح هبته، هكذا. ما لا يصح بيعه لا يصح هبته، هذا قاعدة. لكن هناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة كما سيأتي. أفلا تصح هبة المجهول كبيعه؟ نعم. وقد مر آنفا بيانه. نعم. هذا الذي بين قبله ابتداء من قوله ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل، من هناك بين تفاصيله. والشرط يعني هو أخر وعكس. ثم بخلاف هديته، ما هدية المجهول وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا. فيما مضى عندما ذكر الهبة بثلاثة أنواعها، ثم بين هذه الهبة يشترط فيها أن يكون معلوما، دخل فيه هذه الثلاثة، لكن هنا صحح المصنف أن يفصل بين الهبة والهدية والصدقة. في الهبة لا تصح بمجهول، بل الصدقة والهدية كلتاهما تصحان بالمجهول، هكذا صحها. نعم. بخلاف هديته، هدية المجهول صدقة المجهول فتصحان يعني مثل الإباحة فيما استظهره شيخنا. وتصح هبة المشاع كبيعه. نعم. هبة المشاع صحيحة كصحة بيع المشاع ولو قبل القسمة. نعم. هذا ملك مشاع لم يتم، ما تمت القسمة، قبل القسمة هل يجوز هبته بيعه؟ نعم. سواء وهبه على الشريك أو غيره بعد ذلك قبل القسمة، ممكن هو يهبه لمن؟ لشريكه أو غيره، لأي كان يصح. ثم وقد يصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقل فيه في الروضة وكذا دهن متنجس. هذه من المستثنات من القاعدة الماضية. شرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، فإذا حبتا بر لا يصح بيعهما، وما ذلك يصح هبتهما، كذلك دهن متنجس جلد متنجس لا يصح بيعها بخلاف هبتها يصح، فإذا هذا كأنه استثناء. وقد يصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس أنا تناقل فيه في الروضة، في الروضة في صحة هذا، في صحة هبة الجلد النجسي تناقل، فكذا دون متنجس. ثم هناك بعض جمع بين التناقل فقالوا هذا جلد نجس وكذلك دهن متنجس، معنى هبتهما نقل يدها فقط، نقل اليد فقط، ما معنى عدم صحة الهبة وهو نفي الملك الحقيقي. لو كان الدهن متنجسا أو جلد نجسا لا يكون فيه
ملك حقيقي، بل يكون هناك تخصيص اليد فقط. فإذا معنى الهبة تخصيص اليد. فإذا قاعدة يعني لا يكون فيها استثناء. وتلزم الهبة بأنواعها الثلاثة بقبض. هنا صرح بأنواعها الثلاثة، يعني الهبة والصدقة والهدية كلها لا تلزم. فإذا لا يجوز بعد اللزوم الرجوع بقبض. القبض يعني سبق في البيع كذلك، لكن في هذا القبض يعني شيء من الاستثناء كما سيأتي. فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد. هل تلزم بالعقد؟ لا تلزم بالعقد بل تلزم بالقبض فقط، هذا هو الجديد. لخبر أنه صلى الله عليه وسلم عهد للنجاشي 30 أوقية مسكا فمات قبل أن يصل إليه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه. هذا يدل على أن عقد الهبة لا يلزمنا، لا تكون الهبة لازمة بالعقد بل تلزم بالقبض فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عهد للنجاشي، هذا كان ملكا مسلما أعظم المسلمين، 30 أوقية مسكا، عهد إليه مسكا مقداره 30 أوقية، فمات قبل أن يصل إليه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه. إذن هذا يدل على أن الهبة ما كانت لازمة، لكن هنا يعني الهدية ذكر في الحديث الهدية، ذكرنا المسألة في الهدية والصدقة والهبة جميعا. إذن كيف يستنبط هذا غير الهدية؟ قياس عليها. هذا قال ويقاس بالهدية الباقية، الباقية يعني الصدقة والهبة. فإذا هذا تقسيمه صلى الله عليه وسلم هذه الهدية وهذا المسك على زوجاته يدل على أنها ما كانت لازمة. لو كانت لازمة تكون من تركة النجاشي يرثها وورثته، لكن لم يقع هكذا. ثم وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقبال الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه. نعم. ثم هذا ذكر شرط القبض بخلاف القبض في البيع. في البيع يجوز للمشتري أن يستقل بالقبض لو أعطى ثمن. واحد المشتري أعطى الثمن يجوز له أخذ مبيعه ويذهب، لا حاجة إلى إذن البائع ولا حاجة إلى إقباله هكذا. نعم. أما هنا يعني يحتاج إلى إذنه لا يستقل. لماذا؟ فهذا هبة بدون مقابل، بدون ثواب، بدون مقابلة. كذلك الصدقة والهبة والهدية هذه الثلاثة ينبغي في قبلها إذن الواهب والمهدي والمتصدق هكذا. نعم. إنما يعتد بالقبل، يعني هذا القبل الذي يكون تكون الهدية والصدقة والهبة لازمة به. وهذا القبل أي قبل؟ إذا كان بإقبال الواهب أو بإذنه، إما يقبله يعني يعطيه بيده أو يضعه أمامه هكذا، أو بإذنه قبل، أو إذن وكيله، إما إذنه أو إذن وكيله أيا كان لا بأس. الوكيل فيه في القبل. نعم. هذا وكيله أين؟ في الإقبال. ثم ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب. ممكن هذا الشيء الموهود في موهوب في يد المتهب، فإذا الواهب قال هذا وهبتك ما في يدك، بعد ذلك يجب يعني الإذن في القبول في القبض.
بالإذن وهو يقبل. يعني هذه يده غير معتبرة في القبل. ثم ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه لأن قبله غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع. يعني سبق أن بينا في البيع في المبيع لو وضع البائع هذا المبيع بين يدي المشتري أو في جنبه حتى يكون في متداول يده يعتبر قبلا، لكن هذا لا يعتبر قبلا هنا إلا إذا وضعه بإذنه في القبل. لو وضع بين يديه بإذنه في القبل يكون قبلا. من لا يكفي هنا يعني في الهبة والصدقة والهدية الوضع وضع المال الموهوب بين يدي المتهم بلا إذن فيه. نعم بلا إذن فيه لأن قبله قبله يعني قبل هذا المال الموهوب غير مستحق له للمتهب غير مستحق فاعتبر تحققه تحقق القبل بخلافه في المبيع. يعني في المبيع هو يستحق، كيف يستحق؟ لو أعطى الثمن صار المال مستحقا له، وهنا ليس بدل، لذلك لا يستحق القبض. نعم. لكن هنا ذكر بلا إذن فيه، هذا إذن من؟ إذن الواهب أو المتهب؟ إذن ذكر علي الشبرام اللسان كما نقل عنه البجيري، أي إذن من الواهب للمتهب في القبض. أما به فيكفي حيث كان الموضوع بين يديه من أهل القبض بخلاف الصبي فلا يملك بالبضيع بين يديه بل لا بقبضه، وإنما يملك بقبض وليه. نعم. لكن وفي خط شيخنا ما نسه قوله بلا إذن فيه أي بلا إذن من المتهب في القبض. هذا يصدق عليه العبارة السابقة بلا إذن، يعني إذن الواهب للمتهب في القبض. فإذا هذا وضع في أمام يده بين يديه الواهب وضعه، كيف؟ بإذن من الواهب لمن؟ للمتهب أن يقبل أن يأخذ. نعم هذا هو الذي. ثم بعده فلو مات أحدهما قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض والإقبال. نعم. فلو مات أحدهما قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض وكذلك والإقبال. إذن لماذا؟ لأنه خليفته. نعم. وهناك رأي آخر ذكره في المنهاج وقيل ينفسخ العقد، وقيل ينفسخ العقد. فإذا العقد لا ينفسخ، بل لو يعني أقبل وارث الواهب يقبل المتهب أو وارثه يكون له. ثم نعم بالقبض يلزم بدون إقبال وقبل الوارث لا يلزم. نعم. إذن يعني هذا لا ينافي لماذا ذكرنا سابقا أن تلزم الهدية بالقبض.
قبل يعني من الواهب أو وارثه كذلك هذا في الإقبال أما في القبل إما المضطهب يقبل أو وارثه يقبل وبذلك يلزم لا وارث له قبل يكون لازما يلزم له قبل بدون قبل يعني بدون قبل عهد منهم من المضطهب ولا من الوارث كذلك إقبال من الواهب ولا من الوارث لو لم يكن هذا الإقبال والقبل لا تلزم نعم هذا ليس مناف لما قبله إذن معنى ما قال أولا هذا إقبال من الواهب أو من وارثه وكذلك القبل من المضطهب أو من وارثه تلزم وبدون ذلك لا تلزم نعم فإذا هناك هذا وارث النجاشي لم يقبل لذلك لم تلزم اللهم استر له ثم ولو قبله فقال الواهب رجعت عن الذي قبله وقال المضطهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الذراعي رحمه الله نعم هكذا ولو قبله فقال الواهب رجعت عن الذين قبله فإذا قال المضطهب يعني هما متفقان في القبل أو الرجوع إلى رجوع الواهب عن الذين لكن متى كان هذا الرجوع هل كان قبل القبل أو بعد القبل الواهب قال قبل القبل قال المضطهب بعد يعني بعد القبل صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي رحمه الله ثم لكن مايل شيخنا إلى تصديق المضطهب لماذا؟ لأن الأصل عدم الرجوع قبله يعني خلاف عندهم هذا قبل القبل أو بعد القبل إذن هو قال يعني الرجوع كان بعد القبل ما هو الأقرب يعني في الخلاف هكذا يقدر الأصل في كل شيء حادث تقديره بالأقرب نعم بأقرب زمن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن لذلك قال وهو قريب هو قريب يعني عدم الرجوع قبله هو قريب يعني رجوع قبله وعدم الرجوع قبله ما هو قريب يعني عدم الرجوع قبله إذن قوله وهو قريب هو يعني من بقية قول ابن حجر رحمه الله هذا كأنه دليل لهذا الميلان من شيخ من الشيخ ابن حجر رحمه الله نعم ثم ويكفي الإقرار بالقبل كأن قيل له وهبت كذا من فلان لا وهبت كذا من فلان كأن قيل له سئل رجل هل وهبت هذا لفلان وأقبلته هكذا سئل فقال نعم يعني سؤال أمرين الهبة والإقبال هكذا سئل هل وهبت وأقبلت فقال نعم هذا يكفي ثم وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبل الإقرار بالهبة لا يلزم القبل كذلك الشهادة بالهبة لا يستلزم القبل بل الإقرار بالقبل يثبت القبل نعم نعم يكفي أن قول الواهب ملكها المضطهب ملكا لازما لو ذكر هكذا يكفي عن القبل نعم يكفي عنه يعني عن القبل قول الواهب ملكها المضطهب ملكا لازما متى يملك ملكا لازما لو تم القبض فهذا يدل على أنه قبض يكفي وقال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له نعم
إذن هذا شاهد شهد عند الحاكم أن فلان وهب شيئا من ماله لآخر هكذا، لكن هذا الشاهد لم يتعرض للقبض، فهل يسأله الحاكم؟ لا يسأله الحاكم، بل وهو يكتفي بالحكم بمقتضى شهادتي. ما هو مقتضى شهادتي؟ أنه تم الهبة فقط، لم يتم القبض، هكذا يحكم، لا ينبهه عليه، لا يتنبه له الشاهد. ولأصل رجوع فيما وهب لفرع بقي في سلطنته. نعم، هذا العقد لازم يلزم بالقبض، قبل القبض ليس بلازم، ومع ذلك بعد اللزوم يصح الرجوع في بعض الصور. هذا بعد اللزوم يصح الرجوع، هذا لمن؟ لأصل، أصل يعني الأبو والجد هكذا، الأم جدته هكذا، جد الأصول. لو وهب أحد منهم لفرعه شيئا يجوز له الرجوع، هذا ولأصل ذكر أو أنثى. هذا كلمة أصل مطلقة يدخل فيها الذكر والأنثى، وهذا هو المراد، لذلك فسره بقوله ذكر أو أنثى. ثم أصل لو كان من جهة الأبي أو الأم كلاهما داخلان، هذا ذكر من جهة الأبي أو الأم، وإن على ليس الأب فقط، الجد أو جد الجد هكذا فوقه. لكل هؤلاء يجوز لأهل معنى لأصل معنى يجوز لأصل رجوع في أي شيء فيما وهب أو تصدق وهدى. هذا القول يدل على أن الهبة يراد بها هذه الأنواع الثلاثة، الهبة والصدقة والهدية، لا فيما أبرأ. الإبراء، إبراء المدين هبة، فما ذلك لا يصح الرجوع في الإبراء. لماذا؟ لا يمكن عوده بعد سقوطه، يعني لو أبرأ الدين من المدين ثم هذا سقط الدين من ذمته، لو أبرأ يسقط الدين من ذمته ثم وبالرجوع ماذا يثبت؟ لا يثبت في ذمته شيء، لذلك تعذر عوده فيه، لذلك لا يصح العود في الإبراء. رجوع فيما وهب لفرع وإن سفل، يعني ابن ابن أو بنت ابن بنت هكذا، إن بقي الموهوب. متى يصح الرجوع؟ إن بقي المال الموهوب في سلطنته، يعني في سلطنة المتهب، في سلطنة الفرع، لو كان يبقى في سلطنته يجوز. نعم، كيف يبقى؟ بلا استهلاك. فإذا هذا شيء يبقى في سلطنته لكن استهلك فلا يجوز الرجوع، أو لم يستهلك بل خرج عن سلطنته فلا يجوز. نعم، ثم يبقى يكفي بقاؤه في سلطنته، لا يجب أو لا يحتاج إلى بقائه في يده، بل هو انتقل من يده إلى يد آخر أخرى لكن سلطنته باقية، عندئذ يجوز الرجوع. وإن غرس الأرض أو بنى فيه فيها أو تخلل عسير موهوب أو آجره أو علق عتقه أو رهنه أو وهبه، هكذا صور كثيرة لبقاء العين الموهوب في سلطنة المتهب. ممكن وإن غرس الأرض، هو الهبة أو الهدية أو الصدقة كانت عقارا يعني أرلا، فإذا هذا المتهب غرس فيها أشجارا أو بنى فيها بناء
بنا ما بنا او تخلل عسير موهوب كان الموهوب عسيرا ثم صار خلا تخلل. فاذا لو لم يتخلل بل تخمر فقط هل يجوز الرجوع؟ فلا رجوع في هذه الحالة كما ذكر في التحفة. ينبغي أن يكون خلا عسير، لو صار خلا يجوز الرجوع، لو صار خمرا فقط لا يجوز الرجوع. ثم أو آجره، يعني هذا الفرع أعطى هذا المال الموهوب إجارة لآخر. عندما يعطيه إجارة لآخر فقدت يده لكن يبقى في سلطنته. نعم. أو علق عتقه، كان هذا الموهوب عبدا أو أمتا، فإذا هو علق عتقه لكن قبل تحقق المتعلق به، المعلق به لا يقع العتق، لذلك يبقى في سلطنته. أو رهنه، نعم، جعله رهنا عند آخر. أو وهبه بلا قبل فيهما، أو جعله هبة، لكن عند الرهن وعند الهبة بلا قبل فيهما، لو قبلهما صار لازما، فإذا خرج من سلطنته فلا يجوز الرجوع بعد القبل في الرهن والهبة. لماذا يجوز لبقائه في سلطنته، يعني في هذه الصور كلها، وأتى ذكر هذه الصور بصورة المبالغة وقال وإن غرس الأرض، فإذا هذه هي المبالغة ترجع على كل صورة، وإن علق عتقه وإن رهنه وإن وهبه هكذا، فإذا يصح الرجوع في كل هذا. لماذا؟ لبقائه في سلطنته. فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبل، وإن كانت الهبة من الابن لابنه أو لأخيه لأبيه أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف. يعني في هذه الصور كلها لا يبقى المال الموهوب في سلطنته بل يزول ملكه، لو زال ملكه لا يجوز الرجوع. هذا الذي يقول فلا رجوع إن زال ملكه. كيف يزول ملكه؟ بهبة أو بيع أو وقف، هكذا يذكر يعني صور. نعم. إن زال ملكه بهبة، لكن في الهبة يجب القبض، قبل القبض لا يزول ملكه. لماذا؟ لأن هذه الهبة غير لازمة قبل القبض. وإن كانت الهبة من الإبن لابنه، مثلا هذا الوالد أعطى هبة لابنه، وهذا الابن هذا الابن أعطى هذا المال الموهوب لابنه، هل يجوز الرجوع؟ لا يجوز الرجوع. أو لأخيه لأبيه، أو هو أعطى يعني هذا المتهب هو الابن، هو أعطى هذا المال الموهوب هبة، لمن أعطى؟ لأخيه لأبيه، فإذا بالنسبة إلى أبيه هو الواهب الأول، هذا أخوه ابنه، يعني يصدق عليه قوله فرعه، لكن وهنا لا يصح الرجوع. أو ببيع، أو زال ملكه ببيع ولو من الواهب على الأصح على الأوجه، يعني أبوه أعطى لابنه شيئا على طريق الهبة، هو أخذه ثم باع لأبيه، هل يجوز الرجوع؟ لا يجوز الرجوع فيه للأبي. أو بوقف، زال ملكه بوقف لا يجوز الرجوع. ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه ولو بإقالة أو رد بعيب، لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ. نعم. يمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه، يعني لذكر هذه الغاية عاد المسألة، يمتنع الرجوع بزوال الملك، هذا أصرح قبله لا رجوع إن زال ملكه، ثم لماذا أعاد؟
لذكر هذه الغاية وإن عاد إليه يعني أولا زال ملكه ثم رجع إليه الملك إلى من؟ إلى المتهب. هل يجوز للواهب الأصل الرجوع في هذه الهبة؟ لا يجوز. كيف يعود إليه ولو بإقالة؟ إقالة يعني هذا المشتري ندم على البيع على الشراء فطلب من البائع أن يفسخ العقد هو فسخ، أو يعني رد بعيب بعد هذه الإقالة يرجع المبيع إلى البائع، هذا متهب هنا. ثم أو رد بعيب يعني كان في هذا المعيب في هذا المبيع عيب فإذا رجع إليه. ثم لأن الملك غير مستفاد منه، فهذا الملك الجديد ليس مستفادا ممن؟ من الواهب الأصلي، حينئذ معناه عند عوده إليه. فإذا فهذا الرجل ملك هذا المال في المرة الثانية إما بالإقالة أو بهذا الرد بالعيب، هذا هو سبب الملك، وهذا ليس مستفادا من الأصلي، لذلك لا يجوز. نعم. ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبله ثم رجع فيه ففي رجوع لبي وجهان، واللوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه. نعم. إذن هذا الفرع وهب لفرعه، الوالد أعطى شيئا لفرعه لابن، وهو وهبه يعني أعطاه على طريق الهبة لابن، ثم هذا الفرع يعني المتهب الأول هو رجع فيه، عندئذ رجع هذا المال الموهوب إلى من؟ إلى هذا الابن الأول. هل يجوز للوالد الرجوع؟ لا يجوز. وفي رجوع الأبي وجهان واللوجه منهما عدم الرجوع، لماذا؟ لزوال ملكه ثم عوده. نعم. ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم، هذا يبقى في سلطنته لكن تعلق به حق لازم، هذا كأن راهنه لغير أصل وأقبله ولم ينفك، هذا صورة ذكرها سابقا، أو راهنه أو وهبه بلا قبض فيهما. فإذا لو تم القبض في الرهن أتعلق به حق، وهذا لا يصح الرجوع إلى أين؟ إلى أن ينفك الرهن، لو ينفك الرهن يجوز الرجوع، هذا الذي قال ولم ينفك. فإذا في الرهن لا يجوز الرجوع إلى الانفكاك فقط. وكذا إن استهلك، هذا صورة أخرى يتعذر الرجوع، إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب، إذن رجل يعني وهب بيضا لآخر، وهذا الرجل ماذا فعل بالبيض؟ وهو يعني أفرخ، فتفرخ البيض صار فروخا، خرج منه فرخ. نعم. أو نبت الحب، لا يجوز الرجوع، لماذا؟ لأن الموهوب صار مستهلكا. ثم هذا الرجوع يحتاج إلى صيغة، لا يكفي الفعل. نعم. هذا الذي يبين فيما بعد. ويحصل الرجوع بنحو رجعت في الهبة كنقلتها أو أبطلتها أو رددت الموهوب إلى ملكي، وكذا بكناية كأخذته وقبلته مع النية، لا بنحو بيع وإيتاق وهبة لغيره ووقف لكمال ملك الفرع. نعم. في الهبة، لا في الرجوع في الهبة يحتاج إلى صيغة، نقلتها، إما يقول هكذا نقلت الهبة أو أبطلت الهبة أو رددت الموهوب إلى ملكي، كذلك يصيح بكناية أيضا. فإذا ما مضى هو صيغة صريحة. نعم. كناية كيف أخذته قبلته، لكن هذا حينما كانت كناية يجب النية،
إذن عندما يقول أخذت أينوي أن هذا الأخذ على طريق الرجوع بالهبة عند القبض إذن هكذا لا بنحو بيع إعتاق هبة لغيره ووقف يعني هذه أفعال لا يصح به الرجوع لا يتحقق به الرجوع ووقف لماذا؟ لكمال ملك الفرعي لو لم يكمل ملك الفرعي يعني هذا عقد لازم لذلك لو لم يكن لازما يصح بالفعل اما هنا فعل لا يعتبر ثم ولا يصح تعليق الرجوع بشرط يعني كما لا تصح الهبه لا يصح الرجوع ايضا بالتعليق لا تصح الهبه بالتعليق كذلك الرجوع فيها ايضا لا يصح بالتعليق بشرط ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة نعم هذا يصح الرجوع لكن هذا الرجوع وقع بعد الزيادة في المال الموهوب ماذا هو حكم الرجوع بالنسبة إلى هذه الزيادة هذا الذي يقول لو كانت الزيادة متصلة يرجع مع هذه الزيادة لو كانت منفصلة فلا يرجع هذه المنفصلة نعم هذا الذي قال ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة ما هي زيادة متصلة كتعلم السنعة هكذا أو تعلم العلم نعم أو يعني تسمن في جسده صار سمينا هكذا أو حمل نعم للمنفصلة كالأجرة والولد يعني استأجر هذا الرجل هذا كان عبدا أو كان دارا استأجر ثم كسب مالا بطريق الأجرة هل يرده لا يرد والولد والولد يعني الولد الحادث يعني حمل هذا الولد كان حادثا متى بعد الهبة لو كان قبله ففي ملك الفرع والملك والحمل الحادث على ملك فرعه نعم هذا حمل لو كان حادثا وهو منفصل يعتبر منفصل فإذا لو كان قديما على ملك فرعه يعتبر متصل نعم متصل فإذا في الولد والحمل هكذا تفصيل نعم ثم بعده يذكر حكم الرجوع أولا ذكر يصح هذا الرجوع ويشترط الرجوع لا يشترط اللفظ نعم تشترط الصيغة في الرجوع هذا الذي ذكر لكن لم يذكر ما هو حكم الرجوع هذا الذي يذكر فيما بعد ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر فهذا صحيح لكن هو كراهة مع الكراهة يسر فإذا لو كان له عذر فلا يكره أيضا ما هو العذر كان الولد عاقا يعني صار الولد يعق يعني يخالف لا يؤدي حقوق والديه لذلك أراد أن ينقض عقد الهبة فلا يكره أولا كان مطيعا ثم بعد ذلك صار عاقا أو يصرفه في معصية يعني هذا رجل ظن أن ولده رشيد بعد أن أعطى هذا الهبة ظهر له أنه ينفقه يصرفه في معصية عندئذ أراد الرجوع فلا يكره وبعث البلقيني رحمه الله امتناعه في صدقة واجبة امتناعه يعني امتناع الرجوع في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة يعني هذا مسألة الرجوع يعني بالنسبة إلى الأصل والفرع هذا رجوع في صدقة أو هدية أو يعني هبة أما
في الصدقة الواجبة ماذا حكم الرجوع؟ ما حكم الرجوع في الصدقة الواجبة؟ الصدقة الواجبة إما يكون زكاة أو نذرا أو كفارة فيحرم، هكذا قال. وبما ذكره ذكر البلقيني يفتى كثير ممن سبق وتأخر عن هنا، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به النووي رحمه الله واعتمده جم متأخرون. قال الجلال البلقيني رحمه الله عن نبيه: وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه عندها. رجل يعني أقر بأنه لفرعه، هل يصح الرجوع؟ نعم يصح الرجوع، لكن ينبغي أن يكون هذا إقرار بالهبة. ممكن هذا رجل يقر أن هذا مال لولده، فإذا هناك احتمالات، كيف كان هذا المال لولده؟ إما بطريق الهبة أو الهدية أو كذا وكذا، أو كان هذا ملكه ابنه من طريق آخر، يمكن هو اشترى أو وهبه غير والده. فإذا هكذا لو أقر بأنه لفرعه، يعني وهذا مال كان في يد والده، فإذا هو أقر أن هذا مال لولده، ثم بعد ذلك هل يجوز الرجوع؟ نعم يجوز الرجوع، وهكذا ذكر الإمام النووي أفتى به أجم متأخرون اعتمدوا. لكن هذا أين ذكر الجلال البلقيني رحمه الله النبي وفرض ذلك، يعني جواز الرجوع فيما إذا فسره بالهبة، يعني هذا الوالد فسر الإقرار بالهبة، يعني هذا مال لفرعه يملكه على طريق الهبة، عندئذ يصح الرجوع، إلا لا يصح الرجوع، يعني وهو فرض لا بد منه عندها. وقال النووي رحمه الله: لو وهب وأقبل ومات، فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدقا. ثم اختلاف بالنسبة إلى ميت، ماذا فعل؟ هو وهب مالا لابنه لفرعه وأقبل ثم ومات، فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدقا. هذا ليس هبة للوارث بل لأجنبي، المتهب في هذه الصورة أجنبي غير وارث. نعم، فإذا الخلاف بين الوارث وبين هذا المتهب الأجنبي. إذن هذا الأجنبي قال أنه وهبه في الصحة، الوارث قال أنه وهبه حال المرض، فإذا في حال المرض لا يصح الهبة. نعم، كما لا يصح سائر تصرفاته المالية في مرض الموت. نعم، إذن صدق يعني المتهب يصدق. ثم عندها: ولو أقام بينتين، ممكن في هذا الخلاف يأتي المتهب ببينة والوارث أيضا ببينة، إذن ماذا تقدم من البينتين؟ قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم. هذا قاعدة عامة، عندما أقام الخصمان البينتين، ماذا يقدم من البينتين؟ ما معها زيادة علم. وهبة دين لمدين إبراء ولغيره صحيحة. هبة دين لمدين، رجل له دين على آخر، مثلا هذا 1000 دينار لي دين على آخر، فإذا أنا قلت له أوهبتك هذا الدين، إذا هذا يكون إبراء، لا يأتي فيه أحكام الهبة بل يأتي فيه أحكام الإبراء، فإذا إبراء لا يصح فيه الرجوع.
كذلك هنا أيضا لا يصح الرجوع لأنه إبراء. نعم. وهبت دين لمدين إبراء له عنه، إبراء للمدين عنه عن الدين، فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى. نعم. لا يحتاج إلى قبول، يعني في الإبراء يكفي الإيجاب فقط، لا يحتاج إلى قبول. فإذن أو هذه هبة من قبيل الإبراء، لذلك لا يحتاج إلى قبول، مع أنه استعمل صيغة الهبة. نعم. نظرا للمعنى، ما هو المعنى؟ كون هذه الهبة إبراء. نعم. ولغيره أي المدينة، ولغير المدينة، يعني هبة دين لغير المدينة هبة صحيحة. نعم. لو وهب الدين لغير المدين هل يصح أو لا يصح؟ ليس هذا إبراء، فيه خلاف. الصحيح أنه أنها صحيحة. نعم. لكن ينبغي أن يعلم قدره، إن علم قدره. من يعلم الواهب أو المتهب يعلمان قدره. لماذا؟ هذه هبة، في الهبة ينبغي أن يكون الموهوب معلوما. نعم. كما صححه جم تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج. نعم. في المنهاج قال هذا لا يصح. نعم. الهبة لغيره، لغير المدينة ليست بصحيحة، هكذا ذكر في المنهج. شيخنا. نعم. كيف يتصور إبراء لغير المدين، يعني وهو ليس مدينه ولكن يبرئه؟ ليس هذا إبراء بل هذا هبة. ذكرنا يعني صيغته إذن صورة يعني مع الحوالة. فإذا لي دين على رجل، أنا قلت لرجل ثالث وهبتك مالي على هذا الفلان. أيوة. لي دين على زيد، أنا قلت لغير زيد وهبتك. أيوة. ما هبت لي. نعم. ما لي على زيد، لو كان على لو كان لي على زيد 1000 درهم، أنا أقول لرجل ذلك وهبتك 1000 الذي على زيد، هذا هو إبراء أو هبة؟ أو يعني هذه هبة صحيحة أو لا؟ نعم هذه هبة صحيحة، فيه خلاف. ذكر في المنهاج هذا هبة ليست بصحيحة. نعم. تنبيه، لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين، هذا شرط آخر. في الإبراء هذا شرط كما في الهبة، في الهبة ينبغي أن يكون الموهوب معلوما، كذلك في الإبراء أيضا ينبغي أن يكون معلوما. هذا الإبراء يشترط فيه أن يكون معلوما. ذكر في التحفة هذا بالنسبة إلى أحكام الدنيا، أما بالنسبة إلى أحكام الآخرة فيصح لو كان مجهولا، لأنه راض، المبرئ راض بسقوط هذا الحق لا يؤاخذ بالآخرة، هكذا ذكرنا. ينبغي أن يكون معلوما لمن؟ للدائن والمدين جميعا، لكن فيما فيه معاولة. لكن هذا الإبراء ينبغي أن يكون معلوما متى؟ لو كان فيه معاولة، لو لم يكن فيه معاولة فلا حاجة إلى كونه معلوما، بل يصح الإبراء من المجهول أيضا. نعم. هذا المعاولة كيف؟ كأن أب، يعني كأن يقول، كإن إن، كأن يقول إن أبريتني فأنت طالق،
إن أبرزتني فأنت طالق. هكذا ذكر الزوج لزوجته فقالت زوجته أبرزتك فوقع الطلاق. ينبغي أن يكون أن ما عليه معلوما. نعم. لو لم يكن معلوما إما للزوجة وللزوجة لا يصح هذا الإبراز. لا فيما عدا ذلك يعني هذا فيما فيه معاوضة لا فيما عدا ذلك هذا لا فيما عدا ذلك عطفنا على قوله فيما فيه معاوضة. إذن يصح على المعتمد وفي القديم يصح من المجهول مطلقا. هنا يعني قوله يصح من المجهول مطلقا الإبراء هذا قول قديم للإمام الشافعي رحمه الله. ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا ذكره الرافعي رحمه الله. يعني رجل أبرأ هكذا ثم بعد الإبراء يعني ادعى الجهل. لماذا؟ لبالتالي هذا الإبراء ادعى يعني هو يدعي أن إبراءه ليس بصحيح هكذا كأنه يدعي. إذن هل يقبل ظاهرا؟ لا يقبل ظاهرا. يعني هذا الحاكم لا يحكم بالبراءة بل يجب عليه يتبع ما كان عليه قبل الإبراء. لكن هذا يقبل باطنا معناه هذا عند الله تعالى. يعني لو لم تكن هذه الخصومة بينهما عند الحاكم فلا يؤاخذ في الآخرة ذكره الرافعي. وفي الجواهر يعني الزبيل تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بماهرها. يعني هذه امرأة صغيرة هي زوجت إجبارا يعني كان وليه مجبرا يعني أبوه أو يعني جده زوج هذه الصغيرة ثم بعد ذلك هي أبرأت زوجها من مهرها بعد ذلك ادعت أنها ما كانت تعلم مقدار هذا المهر. هكذا تصدق الصغيرة. متى تصدق؟ هذا في الحقيقة بقية فروع هذه المسألة. لو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا. إذن هذا في نقل في الجواهر ماذا؟ تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها بجهلها بمهرها. نعم. وهذا كأنه استثناء مما مضى. ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا هكذا قال. ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا فإذن هو بريء. نعم. هذا دعوى الإبراء ليس بمقبول. دعوى الجهل ليس بمقبول. ما معناه؟ دعوى الجهل ليس بمقبول معناه صح الإبراء. نعم. صح الإبراء هناك. أما في هذه الصورة لا يصح الإبراء. يعني تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها بجهلها بمهرها. إذن صورتها هكذا هي صغيرة يعني زوجها أبوها أو يعني جدها إجبارا ثم بعد بلوغها هي أبرأ زوجها من مهرها بعد ذلك هي ادعت أنها ما كانت تعلم كم مهرها. فإذن يقبل قولها معناه ليس الزوج بريئا من مهرها بل يجب عليه يعطى مهرها. هذا بخلاف الصورة السابقة. في الصورة السابقة ماذا قال؟ ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا. يعني هذا إبراء صحيح. نعم.
وكذلك أبي جهل قال الغزي وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها. إذن الذي نقل في الجواهر يعني حكم الصغيرة، فإذن هكذا زوجة صغيرة كذلك زوجة الكبيرة، الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها، لكن يعني يجب القرينة، نعم، إن دل الحال على جهلها تصدق. يعني ما ذكر في الجواهر أمر الصغيرة وأضاف إليها الإمام الغزي أمر الكبيرة، نعم. ثم وطريق الإبراء من المجهول، فإذا أراد رجل أن يبرئ عن آخر ما في ذمته لكن هو لا يعلم كم هو، يعني كأنه نسي مثلا هذا الذي يريد الإبراء، يعني كلاهما الدائن والمدين كلاهما لا يعلمان كم في ذمته، فإذن هل هناك طريق للإبراء؟ نعم هناك طريق للإبراء، هذا الذي يقول من المجهول يعني يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها. نعم، فإذا طريقه أن يبرئه، أن يبرئ المدينة مما يعني من مقدار يعلم، من يعلم هذا الدائن يعلم أنه أن هذا المقدار لا ينقص عن الدين، هذا مقدار لا ينقص عن الدين يعني مقدار محقق كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها، يعني وهو يشك كم دينه، على الأكثر هذا ألف فقط أو ينقص، فإذا يبرئه عن ألف، يقول للمدينة أبرئتك عن ألف، فإذا يسقط ما في ذمته. ثم ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برئا. نعم، رجل يعني أبرأ عن معين في الواقع، يعني هو عين هكذا ذكر، يعني أبرأتك عن 500 وكان يظن أن له عليه 500، لا يظن بل بدون ظن هكذا قال، يعني هو أبرأ باعتقاد أنه لا يستحق، ما ذلك أبرأ، ثم ظهر يعني أنه يستحق، هل يبرأ أم يبرأ؟ لماذا هذا الاعتبار بما في نفس الأمر باللقود كذلك، إذن هذا داخل في ذلك. ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع وإن سفل. ثم هذا يسن التسوية في الإعطاء لأولاده وأولاد أولاده هكذا إلا لحاجة، ومخالفته مكروه، هذا الذي يقول يكره لمعط، معط يعني الوالد وبالجد يعطي، يكره له تفضيل، تفضيل يعني بعض أولاده على بعضه، ذكرا أو أنثى أو يعني ابنا لصلب أو سبطا أيا كان، تفضيل يكره في عطية هبة أو صدقة أو هدية أي عطية كان، عطية فروع وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه، يعني رجل له أولاد وأحفاد يعطي للولد، هل يسن له أن يسوي بين الأولاد والأحفاد حتى يكره تركه، ترك هذه التسوية؟ نعم، يكره التسوية في العطية ولو كان الأحفاد والأولاد، فإذا حينما يعطي يؤتي لولده لولد ولده سواء، سواء كان ذلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا هكذا أو تبرعا آخر أيا كان. ثم أو أصول،
هكذا في العتية للفروع وكذلك في العتية للوصول إلى يندب التسوية. مثلا رجل يعطي لأبيه وجده موجود فإذا يسوي بينهما، أو يعطي لأمه فإذا يعطي نفس القدر لأبيه، هكذا يعني يسوي بين الوصول إلى فالتفضيل بين الأصول يعني تفضيل بعض على بعض مكروه أو أصول، هذا يعتبرنا على قوله فروع، فإذا تفضيل في عطية أصول. وإن بعد نعم يكون يعني جد جده هكذا أو جدته أو أمه هكذا. ثم واستواء الذكر وغيره، لا وإن بعدوا نعم، ثم سواء الذكر وغيره هكذا نعم. وإن بعدوا يعني الوصول لو كانوا بعيدين، وإن بعدوا التفضيل يكره هنا يسن التسويه. ثم سواء الذكر وغيره يعني هذا في الفروع والوصول جميعا، هذا التعميم يرجع في الفروع يرجع إلى الفروع والوصول نعم. إلا لتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه، لكن لا يكره متى لو كان فضل في بعضهم، في بعض الأصول أو في بعض الفروع يوجد فضل. أي فضل؟ إما فضله بحاجته أكثر، هذا رجل يعني ليس عنده شغل، أو يعني هو فيه شيء من العجز، أو هكذا يعني أسباب الحاجات لأجل ذلك يعطى أكثر فلا بأس ذكر النوم. أو يوجد فيه شيء من الفضل، مثلا هو عالم، أو يعني هو تقي أو وريع، هكذا الورع والتقوى والفضل هكذا زيادة فضل شرف يوجد في ما بينه، فإذا يزاد لأجله فلا يكرهنا بدون هذه الأسباب يكره. وقال جم يحرم، هذا التفضيل ذكرنا أنه كراهة، لكن قال جم من العلماء هذا التفضيل بدون هذا السبب حرام. ونقل في الروضة عن الدارمي فإن فضل في الأصل فليفضل الأمة، وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر، بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفضيلها في البر على اللبي. فإن فضل يعني رجل أراد أن يرتكب الكراهة، هذا مكروه هذا التفضيل، فإذا رجل يعني كراهة ارتكابه جائز مع أن تركه أولى نعم. فإذا رجل أراد أن يرتكب الكراهة فإذا من يفضل؟ يفضل الأمة نعم، فليفضل الأمة وأقره لما في هكذا نقل في الروضة ثم أقره. لماذا يفضل الأمة؟ لما في الحديث أن لها ثلثي البر، بل في شرح مسلم أن المحاسبي رحمه الله الإجماع على تفضيلها في البر على الذي نعم. فإذا لأجل هذا الإجماع ولهذا الحديث يفضلها. ثم فروع هذه فروع يعني يبين فيها أولا حكم الملك، حكم الهدايا المحمولة في الوليمة في المواسم المناسبات هكذا، ماذا حكم هذا الهدايا، هذه الهدايا من يملكها، صاحب الفرح أو الولي هكذا. فروعا الهدايا المحمولة عند الختان، فإذا يختتن الولد الصبي أو تختتن الصبية عند هذا الختان يقدم إليها الهدايا، كذلك عند الوليمة أيضا عند النكاح هكذا. ملك ملك للأبي، هذه الهدايا ملك للأبي،
وقال جم للابن هكذا خلاف. ثم فعليه يلزم الأبا قبولها، يعني لو كان ملكا للابن يجب على الأب قبولها. لماذا؟ هذا المختتن الذي يجري ختانه يكون صغيرا لا يكون بالغا، فإذا التصرف في المال يكون لأبيه، هو الولي، لأجل ذلك هو يقبل. ومحل الخلاف إذا أطلق، يعني ذكر الخلاف هل هو ملك للأبي أو للابن، فهذا عند الإطلاق هذا الخلاف. من يطلق إذا أطلق المهدي، يعني هو لم يبين المقصود فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده اتفاقا، يعني لو قصد الولي مثلا هذا ختان يكلف أمورا، فإذا هو أراد أن يساعد هذا الولي لأجل هذه النفقة، فإذا قصد الولي الأب يكون ملكا له، أو يعني يكون هذا يعني أراد أن يفرح هذا من يجري عليه الختان، نعم، فيكون ملكا للولد، وإلا فهي لمن قصده اتفاقا. ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية، خادم الصوفية كذلك خادم طلبة العلم، الخدام يعطون، خادم العلماء كذلك السادات يعطون، يعني من يأتي يزور مشايخ الصوفية أو العلماء أو السادات يعطي لخدمهم شيئا شيئا، فهو له لمن للخادم فقط عند الاطلاق أو قصده، عند الاطلاق أو عند قصد الخادم يكون له، لو اطلق فهو للخادم، لو قصده قصد الخادم فهو له، ولهم يعني يكون للصوفية للشيوخ متى عند قصدهم، وله ولهم عند قصدهما، لو قصدهما جميعا يكون لهما، أي يكون له النصف فيما يظهر. فإذا كيف هذا التقسيم؟ يعني للخادم نصف للشيخ نصف هكذا. وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواهي من وعل طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالقي والخاتني ونحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، يعني في بعض المناسبات يعني الختان أو حلق الرأس، نعم هكذا، يعني يوم العقيقة يحلق رأس الولد في السابع من ولادته هكذا، فإذا يوضع هناك يعني طاسة، طاسة يعني هذا طست، ذكر الشرواني أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها، هذا يعني الوضع ليس قيدا، إما تولع هذه الطاسة صحن في مكان أو يذهب به رجل، يذهب به بين الناس. لماذا يذهب به بين الناس؟ يمشي به ليضع الناس فيها دراهم، دراهم أو هدايا، ثم تقسم هذه الهدايا والدراهم على من؟ على الحالق أو على الخاتن أو هكذا نحوهما من الخدام، يجري فيه ذلك التفصيل. فإن قصد ذلك وحده، من الذي يقدم هذه الدرهم، لو قصد الحالق أو الخاتن هكذا وحده أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد، نعم. وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح، فإذن يعطيه لمن يشاء، إما يعطي لهذا الحالق والخاتن أو غيرهما أيا كان، أما في الصورة الأولى لا يجوز إعطاؤه لغيره، لماذا؟ قصده المعطي. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، فإذا في من هذا البيان علم أنه لا نظر هنا، يعني
ذكر يعني مسائل كثيرة، الهدايا المحمولة عند الختان، وكذلك ما يقدم ما يعطى لخادم الصوفية، وكذلك ما يولع في هذه الطاسة، في كل هذا لا يعتبر عرف الناس. أما مع قصد خلافه فواضح، هذا لا يعتبر، هذا المعلوم صحيح، يعلم أنه لا يعتبر لا نظر هنا للعرف، هذا صحيح واضح متى لو قصد خلاف العرف. عرف هناك أن يقدم للحالك والخاتن هكذا، أو يعني أن يأخذ هذا خادم الصوفية هكذا هو العرف، لكن هذا الرجل قصد هذا الشيخ أو هذا العالم، أو يعني قصد صاحب الفرح فيكون له، هذا واضح عدم الاعتبار، عدم اعتبار العرف مع قصد خلافه. فأما مع الاطلاق، عند الاطلاق كيف يظهر؟ فلأن حمله على من ذكر من الأبي والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كل من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرعي. فلأن حمله هو عرف الشرعي، هذا خبره، خبر الحمل، هذا حمله على من ذكر، حمله يعني هذا اللي عتاه لمن يكون، لصاحب الفرح أو للخادم أو يعني لصاحب الختان أو لولي الختان، هذا من الأبي والخادم وصاحب الفرج، نظرا للغالب، هذا هو الغالب، نظرا للغالب هكذا حكم أن كل من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرعي، فيقدم على العرف المخالف له. يعني لو كان هناك عرف للشرعي وعرف للناس، ماذا هو المقدم؟ ما يقدم عرف الشرعي، نعم، بخلاف ما ليس آل الشرع فيه عرف. فإن تحكم في فإنه تحكم فيه العادة بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف. يعني لو لم يكن للشرع عرف ماذا يفعل به؟ يعني تحكم عرف الشرعي، لا عرف الناس، نعم، العادة تحكم فيه العادة، يعني تكون العادة حاكمة لو لم يكن عرف الشرع، لو كان عرف الشرع فالعادة له، نعم. ومن ثم لو نظر لولي ميت بمال، فإن قصد أنه أو فإن قصد أنه يملكه لغى، وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها، وإلا فإن كان عنده قوم أعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف له ولو أهدى لمن خلص، هذا وسلامه. فإذا رجل ماذا نذر لولي ميت بماله، فإن قصد أنه يملك لهذا الميت، هذا لغون، لأن الميت لا يملك ولا يملك، وإن أطلق يعني لم يقصد هذا بل هكذا هو نذر، يعني هذا نذر للولي الفلاني وهو ميت، فإذا ينظر هناك ماذا، هل عند قبره شيء من المصالح، ما يحتاج للصرف في مصالحه، في مصالح القبر صرف لها، يعني إمارة القبر، هذا ترميم القبر هكذا. ثم وإلا فإن لم يكن عنده، فإن كان عنده يعني عند القبر قوم أعتيد قصدهم بالنذر للولي، الناس ينظرون للولي باسم الولي، لكن هؤلاء يعني الذين يوجدون عند القبر وهم المقصودون، عندئذ يصرف إليهم، صرف إليهم. ثم ممكن هذا يكون من متعلمين، يكون هناك معهد، أو يعني يكون يعني قراء القرآن عند القبر، أو يكون زائرون، أو يعني مساكين يسكنون يعني عند القبر، أيا كان لو كان هناك عرف يصرف إليهم، نعم. فإذا معنى هذا يعتبر هنا
العادة. ليس هنا عرف خاص للشرع، لذلك يعتبر عرف الناس. ثم مسألة أخرى، ولو عهد لمن خلصه من ظالم لئلا ينقل ما فعله لم يحل له قبوله. رجل خلص مظلوما من ظالم، وهذا المخلص أراد أن يعطي لهذا المخلص، هذا المظلوم أراد أن يعطي لهذا المخلص شيئا هدية. لماذا؟ لئلا ينقل ما فعله، لو نقل ما فعله يتعرض للظلم من ظالم، هكذا أراد. فإذا لا يحل له أن يقبله، لم يحل له قبوله، وإلا هلا يعني وهكذا ما أراد، يعني لئلا ينقل ما فعله، ليس لذلك بل أهدى إليهم بطريق المحبة، يعني هو عانه، فإذا هو فرح لأجل هذا الفرح حتى هدية يجوز هلا. أي وإن تعين عليه تخليصه، يعني لو كان التخليص معينا عليه هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا فيه خلاف. أنه هل يجوز أخذ العوض على الواجب العيني؟ هل يجوز أخذ العوض على الواجب العيني؟ الراجح يجوز، بناء على ذلك قال وإن تعين عليه تخليص. ولو قال خذ هذا واشتري لك به كذا، تعين ما لم يريد التبسط، رجل أعطى لآخر قال خذ هذا ثم قال اشتري به كذا، مثلا رجل أعطى لفقير مالا فقال له اشتري به أرزا أو قمحا أو لمحا لحما هكذا قال أو سمكا، يجب أن يشتري به هذا المعين، لا يصرف في غيره إلا أن يريد التبسط. لو اشتري به كذا تعين، تعين يعني تعين الشراء بهذا المال ما ذكره أن يشتري، يشتري الأرز أرز اللحم اللحم هكذا. لكن ممكن هذا يقول القائل يعني تبسطا توسعا اشتري، لكن لم يرد هذا المعطي الشراء بعينه، بل أنت تشتري لو أردت أو يعني تفعل به ما شاء هكذا. لو أراد التوسع والتبسط فلا بأس، أي أو تدل قرينة حاله عليه، إما أراد أو تدل أو تدل قرينة حاله عليه على التبسط. ومن دفع لمخطوبته، ثم مسألة أخرى، رجل دفع لمخطوبته، رجل خطب امرأة ثم أعطى لمخطوبته، أو على العكس المخطوبة أعطت امرأة أعطت لمخطوبها هكذا دفع، أو وكيلها وكيل المخطوبة، أو وليها ولي المخطوبة هكذا دفع أعطى. ماذا أعطى؟ إما أعطى طعاما أو غيره أو ثوبا أو ذهبا أو يعني هدية هكذا. لماذا؟ ليتزوجها، لأجل التزوج ترغيبا، كذلك استمالة للمخطوبة هكذا، لأجل التزوج هكذا دفع. فرد بعد إيتاء الهدية، رد الرجل يعني لم يقبل، بل يعني ألغي الخطاب، الخطبة نعم قبل العقد، رجع على من أقبله. يجوز لهذا الرجل أو لهذه المرأة، يعني لو أخطبت لو أعطت هذه المرأة لمخطوبها ثم هي ردت، فإذا يجوز لها الرجوع على من يرجع، يرجع على من أقبله، إما أقبل على المخطوبة، أقبل المخطوبة أو الوكيلة أو الولية، لمن أقبل يرجع منه هكذا. نعم. طعاما أو غيره. ثم ولو بعث هدية، هذا مسألة أخرى، لو بعث هدية
الى شخص فمعطل مهدا اليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فان معطل مهدي لم يكن للرسول حملها الى المهدي اليه مهدا اليه نعم رجل بعث هدية في يد شخص إلى شخص آخر فمات المهدى إليه يعني قبل وصول الهدية إلى المهدى إليه مات المهدى إليه بقية في على ملك المهدي هذا شيء يبقى في ملك المهدي فإذا يكون يعني يبقى هذا حق للورثة لورثة المهدي ليس هذا حقا لورثة المهدى إليه فإن مات المهدي مهدي متى مات يعني قبل وصوله إلى المهدي إليه مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدي إليه بل هو يرد إلى الورثة لماذا؟ لأن هذا المال لا يزال يبقى في ملك المهدي لو وصل إلى المهدى إليه يملكه فقط قبل ذلك لا يملك لا يعني بعد قبل موت المهدي بعد موت المهدي لو وصل إليه هو يرد إلى ورثته ثم فرغنا من أبواب هذا هبة هدية صدقة كل فرغنا ثم باب الوقف نعم